بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. أحلى حاجة في الدنيا أن أنت تكون في صحبة حضرة النبي، وأجمل حاجة ممكن تعيشها أن أنت تشوف جمال حضرة النبي. ومن أكتر الحاجات اللي أنت ممكن تشوف جمال حضرة النبي فيه سنته صلى الله عليه وسلم، ومن أكتر الحاجات اللي أنت ممكن تحس بالوصل مع حضرة النبي فيه لما حضرة النبي ينصحك، وممكن ينصحك مباشرة أو ينصح حد من الصحابة. فيا سلام أنت لو قدرت تعيش أن أنت في مكان الصحابي ده اللي بيكلمه حضرة النبي. وعشان كده تعالوا نعيش الشعور ده اللي احنا بدأناه، وبدأنا النور بتاعه في الأسبوع اللي فات لما تكلمنا عن حديث أبي هريرة، هذا الحديث الجليل اللي بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ مني 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أبو هريرة، طبعا حاجة دي تتفوت، قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعدهن فيها، يعني حضرة النبي عدله 5 خصال في إيده، وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، واحبب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يا الله، 5 توجيهات نبوية تخلي الواحد في قمة الشعور بالنعم، وتعمل لنا 5 قيم كبرى، 5 قيم تخلينا نعيش مع حضرة النبي طول الوقت. القيمة الأولى قيمة التقوى، اتق الله تكن أعبد الناس. القيمة الثانية: وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، الرضا. يبقى التقوى ثم الرضا ثم أحسن إلى جارك تكن مؤمنة. يا سلام، هذه القيمة الثالثة، قيمة حسن الجوار. القيمة الرابعة قيمة حب الخير للناس، واحبب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة. وبعد كده قيمة الاتزان، ولا تكثر من الضحك. المقصود هنا ان انت تكون متزن. يبقى 5 قيم: التقوى والرضا وكمان حسن الجوار وكمان حب الخير للناس واخر حاجة الاتزان. احنا عشان نتكلم في التطبيقات لهذا الحديث، تعالوا نشوف معانا احبابنا ومعانا خيرة الناس اللي ممكن نسألهم إزاي يطبقوا الحديث بالقيم الخمسة دي. معانا الدكتورة دينا صبري. إزايك يا دكتورة دينا؟ أهلا يا سيدي، أهلا بحضرتك، الحمد لله بخير. ومعانا الباشمهندس محمود رجائي. إزايك يا حبيبي؟ الحمد لله يا مولانا، بخير وبصحة وأنا الحمد لله. خلينا نبدأ بالدكتورة دينا ونسألها، ايه لما سمعت هذا الحديث حسيت ان انت ممكن تطبقيه او انت بالفعل بتطبقيه في حياتك العمليه؟ هو يمكن يا سيدي الاول حاجه كانت الرضا، وتاني حاجه حب الخير للناس. دول اكتر حاجات بتطبقيهم في حياتك. وممكن تالت حاجه اللي هو بحاول ابقى حقيقيه، يعني بحاول ابقى صادقه مع نفسي، ما اضحكش على نفسي. يبقى دوت ممكن يدخل في الاتزان، عدم اكثار الضحك. وده معنى جديد، ان لا تكثر من الضحك. ممكن كمان ان انت ما تضحكش على نفسك. يعني حضرتك قلت الحلقه اللي فاتت انه يبقى الواحد يعني صادق مع نفسه، شايف نفسه بصدق. طب ازاي بتطبقي الـ3 قيم دول؟ الرضا بحاول يعني كل ما يحصل حاجة ممكن أبقى أنا حاساها صعبة عليا، بسترجع تاني إن دي إرادة ربنا، وما دام إرادة ربنا يبقى هي الخير، فخلاص فهي أحسن حاجة، فخلاص الحمد لله على كده. يعني طريقك للرضا والتسليم لفعل الله سبحانه وتعالى الكريم الودود فيكي. طيب، والقيمة التانية؟ القيمة التانية هو حب الخير للناس. والله الحقيقة هي بتيجي لوحدها، يعني لما باجي بدعي بيبقى دايما
بلاقي نفسي لوحدي بدعي ليا وللمسلمين والمسلمات وللناس كلها، حتى ساعات ما بقى يعني ما بوسعها كمان، يبقى هو فدي بتيجي اهم حاجه بحسها لوحدي يبقى يعني. حضرتك عايزة تقولي ان حب الخير للناس دي حاجة بتيجي لما الانسان يبقى حقيقي، لما يبقى بسيط، لما يبقى ما عندوش اي حسابات، فبيجر الله سبحانه وتعالى الكلام ده على لسانه. يعني يا رب إن شاء الله يكون كده بإذن الله. طيب الحاجة الثالثة، القيمة الثالثة قيمة الاتزان. يعني دي الحقيقة أنا يعني بعد فترة كده من حضور حاجات كتير وتعلم حاجات كتير ونقدر نقول عليها يعني نضج شوية، لقيت إنه إن الشخص يبقى حقيقي دي نعمة كبيرة جدا حقيقي، يعني ما بيضحكش على نفسه، يعني حقيقي يعني انا مبسوط فبقول انا مبسوط، ببقى شايف نفسي كويس، عارف ان وانا بكلم حد انا بقول له ايه وبقول له ليه، وانا اللي جوايا ده بقوله بصدق ولا لا، وكمان بيبان يعني اللي قدامي انا ببقى حاسه هو حقيقي ولا لا، فدي بالنسبه لي حاجه بتبقى مريحه جدا يعني. ارجع لحضرتك بسؤال مهم، بس كمان ارجع بنفس السؤال، اروح بنفس السؤال للبشمهندس محمود رجائي. ايه، ازاي قدرت تطبق الحديث ده في حياتك العملية يا باشمهندس؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عليه الصلاة ممكن والسلام. يا سيدي لو بدأت أبدأ بحسن التعامل مع الجيران. طيب ساعات كتيرة إن إحنا بيبقى لينا أصحاب أعزاء وإن إحنا بنكون نتمنى لهم كل الخير، وجاري اللي باب في الباب معرفش أخباره إيه، معرفش إذا كان كويس ولا علاقته عاملة إزاي. الموضوع بسبب تلاهي الدنيا وبسبب مشاغل الدنيا بتخليك إنك مش عارف جيرانك، مش عارف اذا كان جارك دايما محتاج اي مساعده ولا لا. والله والرسول صلى الله عليه وسلم كان نصانا على الجار لحتى ظن انه يورثه. فالفكره ان المعنى دوت هو كان اكتر معنى لمثلي، ان ازاي ان احنا دلوقتي في الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، ان بقى الشخص عايش في بيت وجاره اللي جنبه هو ما يعرفوش، ما يعرفش مين اللي ساكن جنبه، ما يعرفش اذا كان محتاج حاجه ولا لا. فده كان اكتر معنى لمسني، ان احنا ازاي ابدا اصلح علاقتي بجيراني، ازاي مش اصلح علاقتي بجيراني، ازاي اوطد علاقتي بجيراني، اطمن عليهم، يبقى في موده، يبقى في رحمه، يبقى في صله حب ما بيني وما بينهم. حتى لو ما فيش تعامل يومي، بس على الاقل لما نشوف بعض في السلم الابتسامه لوحدها بتفرق. ان انت الشخص جارك لما يكون جايب حاجات من السوق، انك مجرد انك تساعد، انك تشيل معاه وتطلع معاه، كل دي معاني صغيره بس بتفرق، بتفرق في الحب، بتفرق ازاي ان الشخص دوت حتى مش مطلوب ان يبقى فيه اي علاقات غير مجرد الحب والوساط، مجرد حسن المعامله. يعني يا باشمهندس انت بتنفي عن الناس الخوف اللي بيبقى عندهم ان احنا لو توسعنا وحبينا جيراننا هيبقى وجودهم في حياتنا عبء، وهيبتدوا يتعبونا ويضايقونا وياخدوا كتير من وقتنا، فانت بتحاول بقدر الامكان ان انت تبعد الشبهة دي. صح يا مولانا. وتاني حاجه ممكن اتكلم عليها برضه مع الخمس حاجات اللي سيدنا محمد وصلنا ليها، هي تقوى الله. تقوى الله هي الحاجه الوازع اللي بيبقى معانا في كل حاجه، في كل حاجه مهما لو كانت بسيطه. فكره الورقه اللي نرميها على الارض، لو احنا حطينا في بالنا ان دي تقوى الله، وان انت لما انت بتعملها كده فانت بتاذي غيرك باي طريقه ما، هيخلينا الورقه دي ما تترميش في الارض وتترمي في مكانها الطبيعي. هيخلينا ان الشخص اللي بياخد الاشاره العكس حتى لو 10 متر ولا حاجه كده، هو هيعرف ان الله بيراقبه، هيخليه يلتزم في القواعد دي. حلو قوي ده. تقوى الله تبقى الواعظ اللي انت بتمشي بيه في كل تعامل اللي انت بتتعامل بيه. انت ما بتتعاملش عشان المجتمع ولا عشان القانون، لان القانون وضع البشر، بس انت بتتعامل عشان تقوى الله، ومعنى اكبر واعم واشمل. تتعامل بتقوى الله في كل نفس انت بتتنفسه. فالموضوع لو كل شخص التزم تقوى الله في كل حاجه وبقى بيفكر في المعامله، ان هو ما بيعاملش الناس، انت بتعامل الله. حتى الشخص اللي اذاك لما انت بتعامل بتقوى الله، ان انت ما بتجرش على حقه، بتخلي اللي اذاك بيعرف بعد كده قد ايه هو كان غلط فيك، وقد ايه ان اللي كان عامله ده مش صح، وقد ايه هو كان ظالم في الحاجات دي كلها. فتقوى الله في كل معامله في كل حاجه بتؤدي الى المعاني التانية، بما في ذلك الرضا، بما في ذلك حسن معاملة الجيران، بما في ذلك حب الخير للناس. فتقوى الله هي الاساس اللي بنبني عليه كل شيء. طيب انا عايز بس ارجع، هل في رايكم، في راي الدكتوره دينا، هل في رايكم ان في معنى بيجمع الخمس حاجات دي مع بعض؟ هم؟
هو أظن يا سيدي اللي هيجمع كل ده إنه نبقى عايشين مع سيدنا النبي زي ما حضرتك قلت، كلام إنه صحيح. يبقى دايما حاضر حاضر معانا في حياتنا. فلما سيدنا النبي بيبقى حاضر خلاص هو كفاية، يعني إن شاء الله. مش يعني إن شاء الله يا رب، يعني ما كل يعني الرضا هيجي، لأن خلاص ما دام حاجة من عند سيدنا النبي ومن عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص، يعني ما فيش أحسن من كده يعني. صحيح الباشمهندس محمود. اعتقد ان لو حاجه تجمع الخمس معاني ديت هي دستور، دستور الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه لينا علشان نقدر نعيش حياتنا. وضعه من البدايه بتقوى الله، تنقية القلوب، التقوى بتيجي من القلب. وبعد كده هو الرضا، فالرضا بيخلي الانسان متسامح. بعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم توسع الى انك تنقل هذا الشعور الى الجيران، من اقرب الناس اليك ثم عامه الناس. فالفكره ان الشعور اللي يعني بشعور بتاعت القراءات الحديث هي ان ده دستور لازم نعيش بيه ونتعايش بيه يوميا. شكرا للدكتورة دينا صبري والبشمهندس محمود رجائي على هذه التنورات وهذه البركة اللي أضافوها إلى حلقة النهاردة. شكرا لحضراتكم.